وعقرب منزلة من وخصهم زرفة لدي، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك، واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقلي أسرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة، وإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سري الرضا، 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 اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، 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 وتعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء، وسلاحه البقاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وعلى محمد، وافعل بما انت اهله ولا تفعل بما انا اهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله